وهالمرة بالغلط أنا بنت الفيديو. يوم بننزل فيديو بنكتب فيديو الأول فورتنايت، الثاني والثالث، والفيديو الثاني بنكتب التكملة الأولى، والفيديو الثالث بنكتب التكملة الثانية عشان تعرفون. وإن شاء الله فوز الجيم. تحسون بيفوز؟ ما حد بايت إني أنا. حد يسوي سبسكرايب على الأقل بس واحد من ربعي. ترى يسمعون. نحن من الإمارات اللي يسأل. في واحد. أوه سنايب. ما عنده شيلد. أحس هذاك جاي يدرعم. هذا هناك. ويو مدكت ويو. شب ويو. تكفى تيم. هذا اسمعك اكيد بيدرعم لانه يعرف انه مدمج. لا جي جي. الحين دوري. نحن ثلاث اشخاص. الحين دور الثالث اللي هو انا. دمه تشيلد. اصور لي يلعب. يقول ما يبي يطلع. هو اخر جيم ونسكر. بعدين كل واحد جيم ونسكر. ها اخر جيم ونسكر فيديو يمكن بعدين نسوي. لا خلاص بنسكر. بس هالجيم وبننزله. بعدين يمكن نسوي بعد. اوه قيمت الرقصة. على الاقل جولد واحد بس ما اعرف كيف هذا جلدني. هذاك اصلا نوب. احنا عيال خالات فهد وهذا. هذاك انت تقدر اجلده بس المشكلة نوب كسر. لو ما كسر نحن عيال خالات راكانو. استهبل نحن من الامارات وعيال خالات يوتيوبرز. العب منه بوي راكانو من السعودية. هذا سعودي. ليفل ما عنده رقصات يعني. ليش كسر شوليته الغبي. اخر جيم. ها صورنا لكم ثلاثة ايام بعد. الا انا جالس بنشوف بيجلد. أنا كنت أقدر أجلد هذاك بس المشكلة كسر. خلنا نجرب حركة. أنا بجرب حركة لو ما ضبطت خلاص. ويت لا ويت بسوي شيء. لا ما يبين. ويت شوي خلوه شوشة شوية بسوي شيء. دقيقة. لا الحركة ما بتضبط خلاص. كنت اريد احطي التلفون تحت وبروح اصور بس خلاص. هو طبعا نقز مكان في ناس. يلا لان تحت الباص لأن عشان يبقى يخلص يدرعم. ما في ناس.
اقول لكم يا يوتيوبر، انا مرة طلعت لي حركة واحد عنده مكان يلعب من سيزن 2. لا يلا ان شاء الله عجبكم المقطع. هو عنده سلاح يخلط، انا ما عندي. ولا تنسوا اللايك والاشتراك وجرس التنبيهات ومع السلامة.